مسار في السعودية، هذه مشاركة الخامسة في رالي المغرب، شاركت 2013 في T3 وخدت بطولة العالم، وكانت فوق تتويج هنا في المغرب، وشاركت 2014 و 2015 في T2، الحمد لله حققت 2017 في التعامل في T2 كمان في المغرب. السنة هذه أول سنة أدخل في T1، T1 طبعا في الأصعب من أبطال العالم والمحترفين. شاركت بداية الموسم وحرصت إني أكون متواجد في المغرب عشان أستفيد أكثر وأستعد لرالي دكار. الحمد لله رغم المشاكل الفنية وأخذت بلنتي أول مرحلة أثرت على نتيجتي في الترتيب العام، ولكني كنت أرغب إني أكمل جولة. الحمد لله كان كل يوم أطلع في التوب 5، هذا اعتبار جدا ممتاز كمرة مشاركة في الأبطال. كانوا يسموني لقبي البطولة هذه مفاجأة الغالي بسبب نتائج ممتازة. الحمد لله قدرنا نثبت وجودنا بين الأبطال، وإن شاء الله الموسم الجاي إن شاء الله نثبت إننا حق المراكز. إن شاء الله. شنو رأيك في التنظيم الغالي؟ تنظيم أكثر من رائع، كل سنة نتفاجأ بحفاوة الاستقبال والتنظيم الرائع. نشكر القائمة على هذا الغالي ونوعدهم لكل سنة نكون معهم. أول مرة في المغرب؟ لا، خامس مرة. خامس مرة، شو رأيك في المغرب؟ المغرب بلد جميل، جميع تبارس فيه صراحة. إحنا في الرائد ونوعدهم لكل سنة نكون معهم. أول مرة في المغرب؟ لا، خامس مرة. خامس مرة، شو رأيك في المغرب؟ المغرب بلد جميل، جميع تبارس فيه صراحة. إحنا في الرالي ننبهر بالتقارير اللي يسلمون فيها. الرالي يبدأ في الجبال، شوي إحنا في الغابات، شوي إحنا في الصحراء، في الواحات. ما في بلد في العالم تحصل في جميع التضاريس في وقت واحد، وتمر جميع الأجواء من مطر إلى حر. فأتمنى إنه يكون فيه تسويق أكبر أكثر من كذا للسياحة في المغرب، بس الناس تجي تشوف البلد قديش بجميل. إن شاء الله. رحيم، أول شيء أشكركم على إتاحة هذه الفرصة. الاسم أحمد عبد الله الشقاوي، المملكة العربية السعودية، الفائز بطولة العالم 2018 فئة التيتو. الحمد لله يعني فزنا برالي المغرب وحسمنا بطولة العالم برالي المغرب، وهذا شرف لي والله. طبعا الرالي صعب جدا جدا، رالي المغرب فيه جميع التضاريس يعني جميع الراليات اللي شاركنا فيها سواء محلية ودولية، أنا حصلت التضاريس موجودة برالي المغرب كله. فالحمد لله كان الرالي يعني بالنسبة لنا سلس رغم المشاكل. طلع لي أكثر من 6 مشاكل طلع لي بالرالي، آخر 20 كيلو كسر الجير معي، وممكن أني أطلع من الرالي وأخسر بطولة العالم. الحمد لله قدرت أني أمشي السيارة، مشيت لين حد الفينش، والحمد لله فزت بطولة العالم، حسمت بطولة العالم 2018 قبل نهايتها، باقي رالي البرتغال وحسمتها الحمد لله. مبروك. شو تقول الشعب المغربي والشعب؟ والله على ما قال نشكرهم على حسن الضيافة، وكلهم والله قبل الرالي حقيقة يدعوا لي، يعني كل المغاربة اللي أنا أعرفهم كلهم يدعوا لي ويتصلون ويرسلون لي مسجات اني افوز ببطولة العالم، والحمد لله الان فزت واشكرهم ان شاء الله. وان شاء الله على ما قال نكون وان شاء الله على ما قال نكون عند حسن ظنهم ان شاء الله وبالبطولات القادمه باذن الله. مبروك. تسلم يا. ما تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس اسفل الفيديو ليصلكم الجديد.